بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبالجملة، فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتيب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. ومن فقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ومن يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. بل الفقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قدم كلام الشيخ رحمه الله على أن الدعاء من أعظم الأسباب لحصول المقصود، وأن الله جل وعلا رتب الأشياء على أسبابها. وهذا رد على غلاة الصوفية الذين يلغون الأسباب ويعتمدون على القضاء والقدر، ويقولون إذا كان الشيء مقدرا لا بد من حصوله ولو لم نعمل أسبابا، وإذا لم يقدر فإنه لا يحصل ولو عملنا السبب. وهذه مغالطة بلا شك، لأن الله جل وعلا كما أنه قدر المقادير فإنه أمر باتخاذ الأسباب. القضاء والقدر من شأن الله عز وجل، وفعل الأسباب من شأننا نحن. قد أمرنا باتخاذ الأسباب، ولا يحصل شيء بدون فعل السبب. أما إذا فعل السبب فقد يحصل الشيء وقد لا يحصل. أما حصول شيء بدون سبب فهذا لا يحصل. كل شيء له سبب، والدعاء من أعظم الأسباب لحصول الإجابة، حصول المقصود. والكتاب والسنة يدلان على أن الأخذ بالأسباب لا يمنع من الإيمان بالقضاء والقدر، بل لا تنافي بينهما. نعم. بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر. نعم، يعني السبب يرد، يتخذ السبب ويرد القدر بالقدر، كما جاء عن عمر لما بلغه وقوع الطاعون في الشام، لم يدخل البلد، قالوا له: أتفر من قدر الله؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. نعم، الأسباب من قدر الله أيضا. نعم. ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر. نعم. بل لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا بذلك. نعم. فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، ومع هذا تدفع بأغدادها. الجوع يدفع بالأكل، والعطش يدفع بالشرب، والبرد يدفع بالوقاية. هذه أسباب. نعم. والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. نعم، لأن اتخاذ الأسباب من القدر، لولا أن الله قدر الأخذ بالأسباب لما حصلت. نعم. وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة. فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا، وما يضاده سواء، فرب الدارين واحد وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان. مسألة عظيمة حصل فيها مغالطة من القدرية. نعم. لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، وتكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم، وما جربه في نفسه وغيره، وما سمعه في أخبار الأمم قديما وحديثا. ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه، وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة، فإنها شقيقة القرآن، وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عنايته واكتفى بهما عن غيرهما، وهما يريان الخير والشر وأسبابهما،
حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة، ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق وأن الرسول حق وأن الله ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر. فصل الأمر يعني الثاني. يعني إذا تأملت في الكون وتأملت في القرآن في السنة عرفت أنه لا بد من اتخاذ الأسباب، لأن الله ذكر للخير أسبابا وذكر للشر أسبابا وذكر للسعادة أسبابا وذكر للشقاوة أسبابا، ورتب على هذه الأسباب نتائجها. وأيضا إذا نظرت في الواقع، إذا نظرت في الوقائع والحوادث تجد ما هنا شيء يحدث إلا وله سبب، كل شيء له سبب. فإلغاء الأسباب هذا غلط، كما أن الاعتماد على الأسباب غلط، فلا بد من الجمع بين الأمرين، فعل الأسباب والإيمان بالقضاء والقدر، ولا تناقض بينهما أبدا عند أهل الإيمان وأهل العقول. نعم. الأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب. فصل الأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب. يعني الأمر الأول سبق، وهو أنه ينظر في القرآن وفي السنة وفي الكون يجد أن كل شيء له سبب، وأن الله ربط الأشياء بأسبابها، وهذا هو الأمر الثاني. نعم. الأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، أن يحذر أنه يقع فيما وقع فيه المغالطون من أولاة الصوفية الذين ينكرون فعل الأسباب ويعتمدون على القضاء والقدر فقط، مع أنهم لا يعملون بذلك في أنفسهم، فهم إذا جاعوا يأكلون وإذا عطشوا يشربون، يعملون الأسباب، وإذا مرضوا يتداوون، ولا يقولون إن كان القضاء والقدر فلا بد أن يحصل بدون أن نفعل شيء. نعم. وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرية له في دنياه وآخرته ولا بد، ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتسويف بالتوبة تارة، وبالاستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة، وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة، وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر تارة، وبالاقتداء بالأكابر تارة أخرى. كل هذه آفات تحول بين العبد وبين معرفة الحق، يعني تحول هذه الأشياء بينه وبين إدراك وبين إدراك الحكمة في هذا الخلق. نعم. وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال الذنب وراح هذا بهذا. ومن أعظم المعوقات أن الإنسان يتكل على عفو الله ولا يعمل الأسباب. العفو له أسباب، والرحمة لها أسباب، والمغفرة لها أسباب، أما أنه يعتمد على عفو الله وعلى رحمة الله ولا يعمل الأسباب التي تسبب الرحمة تسبب العفو والمغفرة، هذه مغالطة. نعم. أو أنه يقتدي بمن لا يصلح للقدوة من الناس ويعمل مثل عمله، ويقول لو كان هذا ما هو طيب ما عمله فلان، كل هذا من المغالطة. نعم. وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمع، كما صح عن النبي يفعل ما يفعل من المعاصي ثم يسبح الله يأتي بالذكر ويظن أن هذا يغفر ذنوبه. نعم. بدون أنه يتوب إلى الله، بل هو مستمر على المعاصي ويظن أنه إذا استغفر إذا سبح وأتى بالذكر والأذكار أنه تغفر له ذنوبه. نعم. دون أن يتوب. نعم. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أحسن الله إليك، وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة
وقد غفر ذلك أجمعه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لا تحط لمجرد الذكر، تحط مع التوبة. إذا تاب إلى الله واستغفر وسبح وآتى بالأذكار يغفر له. أما أنه مقيم على المعاصي ويقول أن الذكر يمحوها، هذا غلط. نعم، يمحوها مع تركها. نعم. وقال لي آخر من أهل مكة: نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك. وهذا أيضا من المغالط. بعضهم يتخذ فضائل الأعمال أنه مكفرات وهو مقيم على المعاصي، يظن أنه إذا طاف بالبيت يغفر له ولو كان ما ترك المعصية، مقيم عليها. وبعضهم يقول وجوده في مكة، وجوده عند الحرم، هذا يكفي لمغفرة ذنوبه ولو فعل ما فعل، إلى غير ذلك. وبعضهم يقول صلاة الجمعة تكفر ويترك الصلوات الخمس، وتكفي الجمعة مكفرة لما بينهن، ولا يكمل الحديث إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر، ترك الصلوات الخمس هذا من أعظم الكبائر. بعضهم يقول صيام رمضان يكفي عن السنة كلها. بعضهم يقول إذا حج الإنسان تغفر له ذنوبه، يكفي لو ما تركها، إلى غير ذلك من المغالطات. نعم. وقال لي آخر: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي رب أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. قال: وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. أي لا شك أن لنا رب يغفر الذنب ويأخذ به، لكن مع التوبة، مع يغفر الذنب مع التوبة. أما أنه يغفر الذنب وهو مقيم والعبد مقيم على المعصية، هذا لا يغفر له حتى يترك المعصية. اغفر لي، قال اغفر لي، يعني معناه ترك الذنب، هو اغفر لي باللسان فقط. نعم، وهو مقيم على الذنوب. نعم. وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها، ولا يفقهون معناها، يتكلون يعتمدون على ألفاظ النصوص ولا يفقهون في معناها. هذا المشكل عدم الفقه. ما هو المقصود حفظ النصوص ومعرفة النصوص، المقصود الفقه في معناها. نعم. وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عُتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. يحفظ نصوص ويسردها ويقرأها ويقول أنها تكفي، بدون أنه هو يحدث شيء من نفسه، يتوب ويترك الذنوب والمعاصي ويبعد عنها. نعم، هذا عدم الفقه. نعم. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. نعم، يعتمد على الرجاء. أكثر ما شئت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، هذا غلط. قدوم على كريم نعم، ولكن مع التوبة. مع التوبة. أما إذا أقدمت على الكريم وأنت مصر على المعاصي وباق على المعاصي، فليس لك طمع في الكرم، لأنك لم تعمل الأسباب. نعم. وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. توبة من الذنوب جهل بسعة عفو الله، يقول كذا، وهذا كلام باطل. التوسع في الذنوب سبب لغضب الله، لماذا لم يأتي بالنصوص الأخرى التي تدل على غضب الله على من عصاه وعلى من، بس يأخذ النصوص التي تدل على عفو الله ويترك النصوص التي تدل على غضب الله على معاصي. نعم. وقول الآخر: ترك الذنوب جرأة على مغفرة الله واستصغار لها. ما شاء الله، هذا من الفقه الخاطئ. ترك الذنوب جهل بمغفرة الله،
لا تحصل مغفرة الله إلا بترك الذنوب، لا تحصل مع الإصرار على الذنوب. نعم. وقال أبو محمد بن حزم: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العصمة. يقول لا تعصمني من الذنوب، خلني أذنب علشان تغفر لي، وهذه مغفرة بدون توبة وبدون استغفار. نعم. ومن هؤلاء المقرورين من يتعلق بمسألة الجبر، وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. وهذه حجة شيطانية أخرى، وهو أنه يقول ما دام أني مقدرا علي هذا فلا لي فرارا منه، ما لي فرارا منه، لابد أن يقع ويترك الأسباب. وهذا مذهب الجبرية، هذا مذهب الجبرية، والأول مذهب المرجئة اللي انتهينا منها، هذا مذهب المرجئة، وهذا مذهب الجبرية، وهم على النقيض من المرجئة. نعم. ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء، وأن الإيمان هو مجرد التصديق. نعم. والأعمال ليست من الإيمان، فإذا صدق بقلبه ولو يعمل ما يعمل من الكفر والمعاصي يكفي الإيمان بالقلب. هذا أشد مذاهب المرجئة، لأن المرجئة فرق بعضهم أشد من بعض. نعم. وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، لأنه في القلب، فإيمان جبريل وإيمان أفسق الناس سواء، كلهم يؤمنون بالله ولا دخل للأعمال، الأعمال ما لها دخل عندهم. نعم. ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحق. بعضهم يتخذ أسبابا غير مشروعة، يتخذ أسبابا غير مشروعة، ولا ينكر الأسباب لكنه يتخذ أسبابا غير مشروعة، فيذهب إلى القبور وإلى الأموات ويقول هذه أسباب للمغفرة وأسباب الحصول المقصود، هذه ليست أسبابا. نعم. والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده. نعم، يتعلق بالمخلوقين والأموات وينسى الله سبحانه وتعالى، ولا يكون لله ذكر عنده. نعم. وإنما الولي الفلاني وصاحب القبر الفلاني، ولا لهم إلا تعلق بالأموات، طلب الشفاعة منهم وقضاء الحوائج، ولا يلجأ إلى الله عز وجل. نعم. ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه، ومنهم من يغتر يقول آبائي صالحين وأنا من أولادهم، ولا تضرني المعاصي لأني ولد فلان العالم العابد اللي فيه. نعم. وينسى أن كل واحد له عمله، وأن أحدا لا ينفع أحدا يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس. نعم. ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه، وأن لهم عند الله مكانة وصلاحا، فلا يدعوه حتى يخلصوه، كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفضع خلصه أبوه وجده لجاهه ومنزلته. يظن يقيس الله على الملوك في الدنيا، الملوك في الدنيا تسامحون عن بعض الناس نظرا لمكانة أبيه أو جده، أو يتسامحون عنه، يقيسون الله على الخلق. نعم. ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه، وعذابه لا يزيد في ملكه شيئا، ورحمته له لا تنقص من ملكه شيئا، فيقول أنا مضطر إلى رحمته وهو أغنى الأغنياء. إيه، لكن مع فعل الأسباب، لبغيت الرحمة اعمل أسبابها، بدون سبب لا يحصل رحمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ما قال قريب من الناس، قال قريب من المحسنين الذين، والإحسان هو أعلى درجات الدين. فيقول أنا مضطر إلى رحمته وهو أغنى الأغنياء، ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، فالله أكرم وأوسع، والمغفرة لا تنقصه شيئا،
والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا. كل هذا كلام مغالطة، هذا كله الغالي الأسباب، نعم، والأعمال الصالحة وعدم الاكتراث من الأعمال السيئة وأنه ما تضر، كله يرجع المذهب الأرجح. نعم. ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليه، كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قالوا وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته، وهذا من أقبح الجهل. ولسوف، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولسوف يعطيك ربك فترضى، والرسول لا يرضى أن أحد يدخل النار. الرسول نهانا عن المعاصي، نهانا عن السيئات، وقال لنا لا تتكلوا على غير الأعمال الصالحة. نعم. وهذا من أقبح، لو كان إن الرسول يكفينا ولا يدخل أحد من النار ما حاجة إلى الأعمال، ولا أمرنا بالأعمال وترك الذنوب، نعم، ولا حذرنا من النار، نعم. وهذا أنا أكفيكم، ما عليكم، نعم. وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب عليه، فإنه يرضى بما يرضى به عز وجل، والله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر. عدل منه سبحانه، تعذيب الفسقة والعصاة بأعمالهم، هذا عدل وجزاء، نعم. والله تعالى يرضى سبحانه بالعدل، نعم. والله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر، فحاشى رسوله صلى الله عليه وسلم لا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى. الله يرضى عن الطائعين ويغضب على العصاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يرضى بما رضي الله به ويسخط لما سخط الله من الأعمال والأفعال، نعم. وكاتكال بعضهم على قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا أيضا من أقبح الجهل. ما كمل، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربه، قال أنيبوا يعني توبوا، وهو يأخذ طرف ويترك الطرف الثاني، نعم. وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية. نعم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويترك قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ويترك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا خارج من قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، نعم. أما غير الشرك فقد يغفر لمن شاء الله عز وجل، نعم. وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسه، نعم. ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، نعم. فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان، ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها، وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة، نعم. وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه هاهنا عمم وأطلق، فعلم أنه أراد التائبين، وفي سورة النساء خصص وقيد فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه، ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره، نعم. وكاقترار بعض الجهال بقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه، وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته، وهذا جهل قبيح، وإنما غره بربه الغرور وهو الشيطان، ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه. نعم، ما غرك بربك الكريم، لم تعمل الأسباب للكرم، لم تعمل الأسباب التي تحصل بها على كرم الله سبحانه وتعالى، هذا غرور، نعم. وأتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغتراء به ولا إهمال حقه، ووضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه، واغتر بمن لا ينبغي الاغتراء به، وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله أعدت للكافرين، ولم يدر هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى هي نار مخصوصة من جملة دركات جهنم، ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها، بل قال لا يصلاها إلا الأشقى، ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلي أخص من الدخول،
ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. لا يصلاها إلا الأشقى، قال اللي ما هو من الأشقى لا يدخل النار ولو عمل ما عمل من الذنوب. هذا غرور واستدلال في غير محله، فإن النار دركات، منها شيء لا يدخله إلا الكفار، ومنها شيء قد يدخل المؤمنون العصاة فيه. قوله لا أنذرتكم نارا تلظى، هذه طبقة من النار مخصصة للكفار، والمؤمنون يدخلون في قسم آخر من النار دون ذلك. النار دركات والعياذ بالله. نعم. ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها، فلا يكون مضمونا له أن يجنبها. وأما قوله في النار أعدت للكافرين، فقد قال في الجنة أعدت للمتقين. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، هذه الآية اللي بعدها، الأشقى هو الذي كذب بوعد الله وتولى عن طاعته. نعم. واللي يعمل المعاصي هذا تولى فيدخل فيه العصاة، لأن المعصية تولي عن طاعة الله. نعم. وأما قوله في النار أعدت للكافرين، فقد قال في الجنة أعدت للمتقين، ولا ينافي إعداد النار. نعم، أعدت للمتقين، والتقوى معروفة أن فعل الطاعات وترك المعاصي. نعم. ولا ينافي على أن الذي ليس من المتقين لا يكون من أهل الجنة. نعم. ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة. نعم. ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان ولم يعمل خيرا قط. نعم. وكاقترار بعضهم بالاعتماد على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة. كفر السنة، يعني ما دام يكفر السنة نصومه يكفي. كفر السنة لمن تاب وعمل الصالحات، واللي يترك الصلوات الخمس هذا يكفر صوم عاشوراء. تكفير إنما هو في الصغائر، ذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. الصلوات الخمس، جمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا الشرط، ترك الصلوات الخمس وفعل الفواحش هذا من الكبائر. نعم. فلا يغفر بصوم عرفة، بصوم يوم عاشوراء، كبائر ما تغفر إلا بالتوبة. نعم. وكاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، فيبقى كفير للصغائر ما هو للكبائر. نعم. حتى يقول بعضهم صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر. بعد مكسب يعني. نعم. ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر الصوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ هذا محال، على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه، وتكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير. فإذا لم يصر على الكبائر ساعد الصوم وعدم الإصرار، وتعاونا على عموم التكفير، كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أنه سبحانه قد قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمتنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما، وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل. وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء،
يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به، ولا غيب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن الظن المحمود ما كان مع الإحسان وفعل الأسباب. أما أنه يظن بربه الظن المحمود وهو ما فعل الأسباب هذا غلط. هناك ظن محمود وظن مذموم، وهو الرجاء، الرجاء المحمود أو الظن المحمود متساويا، فلا يكون هناك رجاء محمود إلا مع فعل الأسباب، ولا ظن محمود إلا مع فعل الأسباب. بدون فعل الأسباب لا ينفع الظن. نعم. ولا غيب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن مع الإحسان هو العمل الصالح. نعم. فإن المحسن حسن الظن بربه أي يجازيه على إحسانه، إذا أحسن الظن بربه عمل الأعمال الصالحة. نعم. فإن المحسن حسن الظن بربه أي يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في الشاهد، فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له، كما قال الحسن البصري إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. وكيف يكون يحسن الظن بربه من هو شاهد عنه حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه متعرض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه. وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعاد أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله، وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر. وكيف يحسن الظن بمن يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب، وقد قال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعلمون كان هذا إساءة لظنهم بربهم فأرداهم ذلك الظن، وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به، فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان لا إحسان ظنه بربه. فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه، وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاقي الله وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره، فإنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل، وهو مقيم على مساخطه مضيع لأوامره معطل لحقوقه، وهو مع هذا يحسن الظن به، وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ وقد قال أبو أمامة سهل بن حنيف دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له وكانت عنده 6 دنانير أو 7 فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها، قالت فشغلني وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقال ما فعلتي؟ أكنت فرقت 6 دنانير؟ فقلت لا والله لقد شغلني وجعك، قالت فدعا بها فوضعها في كفه فقال ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده، وفي لفظ ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده، فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم، فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك أنك لن تعذب ظالما ولا فاسقا، فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله فإن النار لا تمسه، فسبحان الله ما يبلغ الغرور بالعبد. وقد قال إبراهيم لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، أي ما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه فقد عبدتم غيره. ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل. هم تأمل نقف على الله.